اتفضلي يا عروسه. ايه ده؟ مش انت؟ فين تعالي يا حبيبتي. خش برجلك اليمين. نورت بيك. اتفضلوا يا جماعه، اتفضلوا. تجري كده على طول. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. الف الف مبروك. الله يبارك. الاكل عندكم اهو، عايزاكم تخلصوه كله. ان شاء الله. ألف مبروك. ألف مبروك يا حبيبي. حبيبي يا أخوي. ألف مبروك. ألف مبروك يا زينب. جدع ربنا يبارك فيك يا مصطفى. عايزين اللي هيلتم من البيت. يا رب. فاهم ولا ما انتش فاهم؟ شد حيلك. مبروك. مبروك يا معين. ربنا يهدي سيرك يا رب. ربنا يتمم بخير يا رب. الله يبارك فيك يا جماعة. متشكرين. تعالى يا رب شيلك وسط الهنا. اسبوع اسبوعين. نجاملكم في الأفراح، سيبوا العرسان لوحدهم. يلا. يلا يلا. نجاملكم في الأفراح إن شاء الله. الحمد لله، الحمد لله يا رب. الحمد لله. ايه ده؟ تعالي هنا يا بنت، ايه اللي موقفك هنا؟ يا هلا، تعالي خدي بنتك. عايزة اقعد معاهم شوية. مفيش شوية ولا شويتين، يلا يا بنت يلا. يلا. اتخلصي الأكل كله. حاضر. حبيبة صلاح. كانش راضي يقفل. نورتي بيتك يا عروسة. ايه رأيك في الشقة؟ حلوة. والله انت اللي حلوة وزي القمر. أنا عايز نقولك على حاجة. يمكن يكون الوقت مش مناسب. بس هنقولك. أنا كنت بحب مرات الله يرحمها. أكتر من أي حاجة في الدنيا. ولما ربنا افتكرها قلت خلاص. مفيش واحدة ست ممكن تخليني أفكر أتجوز تاني. لحد ما شفتك ساعة ما كنا في المكتب. عارفة؟ حسيت بإحساس غريب كده جوايا. عارفة طلع إيه؟ إيه؟ إن قلبي حبك يا زينب. صحيح إن يعني ما عرفناش بعض الفترة الكافية، بس أنا حاسس إن إحنا هنكون مبسوطين أوي مع بعض، ونخلف يجي 15 عيل. بس أنا في حاجة لازم أقولك عليها يا محروس، وما ينفعش أخبيها عنك. حاجتي اللي ما ينفعش تخبيها عني يا زينب. أصل أنا أصلاً مش هينفع أعيش مع واحد مش قريب من ربنا. أنا عايزك تصلي يا محروس. يا ست أصلي. عايزة نصوم اثنين وخميس كمان. عايزك تأم بيا وأصلي وراك عشان ربنا يكرم الجوازة دي. إن شاء الله هيكرم. ده أنت وش الخير. فجأة ظلمت في وش يا عم ونس. يا عم الدنيا ما اتربيتش، روق. أنا بعونك يا رب لو عايز طيت لك فوطيرك بره البلد لا يحصل في ثانية. أنت ما بتعرفش إن أخوك بقى ساحر الصحراء ولا إيه؟ السجاير بتاعتك كبير ملفوفة وجاهزة ومية المية. قشطة كابيلو. حبيبي يا معلم. عندك الحريم. خلي البنات تدق الزر علشان أزهار. ليلتك فوق يا كبير. صباح. عارف الزحلية أولها فين؟ لما حبيت عسلية. من بعدها قصدك كل شيء اتلزق. بص يا صاحبي، أنا الدنيا علمتني إن اللي فات اتدفن واتخذ عزاء. صح.
بقول لك ايه؟ قول. عايزك تشوف لي مطرح توفيق. جرايا راشا، ما تفك الحمد دماغك شويه. انت هتقعد معايا في المطرح هنا، وهنا لا حكومه طولك ولا سوسن بدر تشوفك. أو تشبرني بقى، هروح واجي وبتاع. وشاي بالنعناع طول ما انت جنبي هروشك. امين؟ امين. ايوه في ايه؟ ايوه انا في ايه حضرتك؟ تشوف البيت. طب عايز افهم بس حصل ايه؟ راشد فين؟ لا ماما ما اعرفش. تعرفيش في تون؟ ايوه يا بيه انا خير. تعالي لي بقى كده حلوه، تعالي خفي حالي شويه، خفي نفسك. راشد فين؟ ما اعرفش عنه حاجه يا بيه. ومادام ما تعرفيش بقيت بره بيتك ليه؟ اصل راشد يبقى جوز اختي. اختي عسليه ضربني يا بيه، اقعد له سبت الحاره وجيت عند غنوه. ما تحوريش يا بنت، احصل عليا النعمه. انا لبسك قضيه ده دم والدوافه، انت سامعه؟ سامعه. راشد كان معاك امبارح وخارجين انتوا الاثنين من الكباريه بالليل سوا، حصل؟ ما حصلش. باشا راشد كان عندي هنا وانا طردته الساعه 2 بالليل ومشي. طردتيه راح فين؟ والله العظيم ما اعرف. بس كده بقى نروح الاسم كلنا، وهناك بقى نتكلم براحتنا. نروح الاسم ليه يا بيه؟ تيجي تسلم على بعض. والله احنا ما عملنا حاجه، انا ما عملتش وحياه ربنا ما عملنا حاجه. بسرعه. طب اغير هدومي يا بيه، استر نفسي. طب يلا يا اخي انت وياه بسرعه. اللي انت بتقوليه ده لما يسالوك عن راشد قولي ما اعرفش. ما اعرفش ازاي؟ هيبهدلونا في الاسم دول، ودي جزاتي علشان شفتكوا عندي في البيت. الله يخرب بيوتكم. ارجعي يا اخي انت وياه، لسه هتفرشوا. حاضر. الله يختم كويس، ما تلبوش مع حد، العربية على طول. يلا. يا ليلى 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 جميل يا